فير بلاي موعد الرياضة على إكسبريس اف ام. رجعنا من جديد في فير بلاي، من هنا نحكيو على مقابلات البطولة ونحكيو بالتحديد على دربي العاصمة عفوا، أداء الحكم أمير دوسيف خلف جدل كبير البارح في مقابلة دربي بين الكلوب والاسبيرانس. البارح كانت هيئة الكلوب هبطت بلاغ حتى على صفحتها في فيسبوك أدانت التحكيم تاع أمير دوسيف. هات ناخذوا أكثر فكرة على التحكيم نتاعو، سمعنا برشا أراء، سمعنا برشا مافيولات أيضا، مازالش نستأنسوا بمافيولة أخرى من عند الحكم السابق مكرم اللاجام. مكرم أهلا بيك. مرحبا بيك إسلام، مرحبا بالمتابعين. شنو الأمور خويا؟ الحمد لله، أنا نتابعوا من البعيد وستر ربي برا. باهي مكرم، أنت نتفكرك من أكثر الناس اللي كانت تدافع على الحكم أمير دوسيف، كان ماهيش غلط، صلح لي كان غلط. قل لي كيف شفت البارح مردوده في مقابلة الديربي؟ واضح كنا ندافعوا على وصلنا ندافعوا على أمير دوسيف كحكم نظيف. البارح الحكم ما كانش الحقيقة في مستواه المعهود اللي كان أنا عودنا به. البارح أمير دوسيف الإشكال مش إشكال إداري أكثر من هو فني، معناها ما فماش ضربة جزاء ما ظفرهاش ولا هدف ما احتسبوش. كانت أمير دوسيف البارح كان عنده استعمال الورق الأوراق ما كانش في محله. معناها أمير دوسيف لم ينجح في توزيع الأوراق الحمراء والصفراء في المقابلة هذه. بخلاف لي كارتون كل شيء أمور واضحة معناها. لا ما فماش، اعطيني كذا ما بوز وتنحط تفضل. لا نسأل فيك. نعطيك بالضبط تسمى، أنا شو نلوم على أمير دوسيف؟ 8 دقائق لاعب خرج ورقة حمراء. قلنا ورقة حمراء لا جدال فيها. صحيح. ما نقشوش. صحيح. واضح. زيت حمراء للترجي يعطي حمراء للترجي. ها واش نحكي لك أنا. تفضل. اليوم كي نشوف أنا الشعلالي قدامه يضرب ورقة حمراء ما خرجوش. ها ونلوم على أمير دوسيف علاش؟ البدري هذيك اللي الناس تقول حمراء من الأولانية مش حمراء صفر. أنا هي الأولانية الساعة. اللي ضرب بيدو. عزيز القاسمي. ضرب بيدو عزيز القاسمي. هاي. هذيك صفرة يستاهل صفرة. بعد عنده صفرة ما عطيهالوش صفرة. فين هي اللقطة؟ اللقطة المقابلة 0-0 وقت. مع شكون؟ شنو هي الأكسيون؟ هي الكلام اللي تقال على المرفق اللي ضرب آدم قرب. المرفق هذيك هي هذيك الصفرة. هذيك تحكي عليها. يعطيه أقل حاجة صفرة. معناتها مش حمرة. المرفق مش صفرة. لحظة تبعني مكرم، البدري فما زوز لقطات، اللقطة الأولى مع عزيز القاسمي كان تدخل قوي من عزيز القاسمي الظهير الأيمن اللي كل يوم بخذا عليه ورقة صفراء، البدري كان رد الفعل بعد ما ضرب هذيك صفراء باهي، بعد في الشوط الثاني على ما أعتقد فما تدخل كان بالمرفق على آدم قرب لاعب النادي الإفريقي، هذه شنو؟ أضعف الإيمان يعطي صفراء ليه حمراء تولي؟ فهمنيش؟ واضح أنا جيل الحمراء واضح أضعف الإيمان تعطي صفراء فهمني؟ تولي لك حمراء. معنى هذا اش فيه المقابله؟ حاجه اخرى نلوم على امير دوسيف اللي هو ما المقابله من غير جمهور، وثم خرج بلاغ من الجامعه عبناوت مقابله من غير جمهور، من غير جمهور توقف المقابله ما تلعبش. الجماهير الزوز الافريقي والترجي مو جماهير الترجي برك موجود مزوز. اللي رناه جماهير الترجي وجماهير النادي الافريقي. صحيح. اليوم انت كحكم حتى لو كان الكوميسار يقول لك العب ولا ما نلعبش، حتى الديليجي يقول لك العب ولا ما نلعبش. هو ظهر لي بدايه المقابله في متاخره، ظهر لي واخذت بدرج ولا 7 دقائق، ظهر لي على الحكايه هذه. لا هما تاخير المقابله حسب ما سمعنا هو على الامنيين الامن على التصرفات اللي صارت قبل النهار. باهي باهي مش موضوعنا، باهي مش موضوعنا. علاش مخرك حتى كان فيق ظهر لي على الجمهور في دقيقة 70 75 حاجة هكا ظهر لي؟ هو مش فيق مخر في الشوطين مسؤولين النادي الافريقي وقائد فريق النادي الافريقي سجلوا وقال له رانا نلعبوا من غير جمهور وما يساعدناش الجمهور هذا. وعلاش؟ خاطر تو هما من غير جمهور والصوت فارغ كي مش يعيط 4 كعبات يداروا 1000 يأذنوا على اللاعبين للأمانة. هو كان عليه إخراج جميع الجماهير من الفريقين والوصل من غير جمهور، خاطر المقابلة من غير جمهور. ونعطيك حاجة في البطولة المحترفة اللي يقولوا لها محترفة، ولا مقابلة بدون استثناء، مش ما يقولوش مكرم ينبر على الترجي ولا على الإفريقي، ولا مقابلة
ولا مقابله في كامل الجمهوريه تتلعب من غير جمهور، بالجمهور خلينا نتلاعبوا نلعبوا والناس هاني مغمضه عيناها برا. القانون مش قاعد يتطبق. صحيح. باهي تابعنا الناس الكل. شفنا في بزاف، شفنا في سوسه، شفنا في قرواج، الجماهير موجوده والعياط موجود. كي تمركبوت ونسمعوا كذا بالجمهور. ولذا اللي عنده كتاف يدخل الستاد، اللي ما عندوش كتاف ما يدخلش الستاد. صحيح موجود. يقول القايل هذوك كيفاش دخلوا البارح؟ صحيح عندهم الكتاف، عندهم الكتاف. هيك شنو الذنب مثلا المشاهد الزوالي اللي يحب ما عندوش كتاف ويحب يتفرج؟ هو مش في الكوره برك. في كل شيء. باهي. الزوالي في تونس ما يعيشش وفي الكوره ما يعيشش. خلينا نحكيو في الكوره وفي الماتش مكرم. باهي كان تحكيم امبارح الناس الكل تابعنا الموفي ولا في الاحد الرياضي نتاع سليم بالخواص في لقطه ايس البدري تحكي على المرفق كسلاح والا مرفق كوسيله، فما حاجه كيما هكا في القانون نتاع التحكيم؟ القانون هو هذا. يعني مرغي يقول لنا مرفق كلاشون كوف ومرفق بستولي. كلاش يمشي ب 16 كرتوشه والاخر يمشي بزوز. مش معقول هذا، وقت نحبوا نبروا الابيض ردوا اكحل والاكحل ردوا ابيض. معناها مافيولا موجهه مش غادي برك، مش غادي برك سلام. ولاحظوا حتى مقابلة بن قردين وباشا. اسكو انت ياك صحافي رياضي. واني حكم دولي سابق. اليوم اسكو مقابلة بن قردين اللي صار فيها والفضيحه. فيها كوش لقطة عديوها لقطة برك اللي صار شيء ذكا. على تقريبا على الواح. علاش علاش كي تغيب العداله تقولوا العباد كيفاش تخرج وتعيط ويكسروا ويعملوا؟ ما نبروش العنف، ما انتم تبروا في العنف. اليوم تذكروا الناس كل ما تتنزلها والمرسل صار فيه وكيفاش دخل الرابطه ودخل الجامعه على عين المكان وعاقبوا العباد. اليوم اعطونا تمشي عاقبوه السيد هذا اجرام في حق الرياضه. شفت يضرب المشتف الراجل؟ كلام هذا. هو هيئة اتحاد بن قردين كانت هبطت باش تهبط توحيد زوز من العبية على مجلس التأديب، ومنذ القاسمي منذ قليل تقريبا عنده ساعة في صفحته في فيسبوك أعلن طلب الاعتذار الساعة وقال الملاعب بيسب له أمه، أمه متوفية الله يرحمها، وأعلن اعتزاله حتى اللعب. بون تو بعد نتبعوها القضية هذه، باش يكون معنا منجي الأسود بعد شوية بالتليفون. باهي مكرم، دونك واضح هكا معناها لقطة الخنيسي ورقة حمراء واضحة كانت لخصنا معناها. فما مخالفه موجود تدخل كان من اسكندر العبيد. دفع الامانه دفع موجود. واضح. دفع قوي مش قوي، الدفع موجود عرقل المهاجم. ثم زوز ورق حمر. ثم ورقه حمراء معناها حمراء ديريكت شلالي، وثم ورقه حصول على الانذار الثاني للترجي التونسي. ثم جمهور. ابار هذا امور فنيه ما ثماش ضرب جزاء، ما ثماش وتأكد لي مكرم انه تأكد لي انه المرفق معناه يستاهل كان ورقه صفراء ثانيه مش حمراء معناه. قلت لك اضعف الايمان ياخذ صفراء. يحبوا يبرروا هما. ما هو يحبوا يبرروا، ما هو قال لك شنو هو قال؟ مرفق كيفاش؟ وسيله مش سلاح. وسيله مش سلاح ولا شنو هو شي قال هو؟ اسمع انا كي حب نمشي معاه في التبرير، هو مرفق الاعتداء ورقه حمراء ما ثماش كلام. اما كي يحبوا يبروا نعطيهم صفرة، اللي هي صفرة ثانية. كأنك تلمح اللي يحبوا يبروا، تقول كأنه فما تلمح اللي فما يحبوا يحمي الحكام ولا شنو بالضبط معناها؟ شكون حطوا غادي توكل تو سلام تو؟ قول لي شكون حطوا خويا؟ ما نعرفش التلفزة حطته ولا؟ لحد الرياضي مش يجيب في الكونتراتو نتاع البث التلفزي اللي هو مش من تو معناها، مش الإدارة الجديدة ربي يوفقهم وفني وال بلاحي يقول ربي يوفقهم، اما تعديه المافيولا الا في المقابلات هذوك اكثر من هكا. ما يدخل الاحاد الرياضي واحد يعمل مافيولا الا يكون مزكي بالجامعه التونسيه كره القدم. باهي الكلام هذا بتبيع على مسؤوليتك انت مكرم لاجيم، واي حد يحب يطلب حق رد من الجامعه ولا التلفزه مرحبا به. من جبهه المعارضه كما نقولوا نحن من المعارضين للحكام جابوه في الاحاد الرياضي، ما يجيبوش، يجيبوا كوش ولد المنظومه اللي هو عندهم فيه الثقة واللي هما يعملوا فيه اللي يحبهم. اي ولو انه مكرم يقال سليم بالخواص مثلا مازال كي تم اقصائه معنا من القائمة الدولية. هو نورمالمون حقه هو عايش في المنفعة معناها عنده قداش حقه يقصي هو كيفاش تخلى القائمة الدولية؟ تخلى بكفاءات
مدخلة خاطر هو صاحب فضي صحفي معين عنده علاقة برئيس الجامعة، ورئيس الجامعة عنده فضي ولا اسمه طبيب والواحد وكذا، ودخلوا هذا في هذا في خطانة. تو انت تجبت لي في القديم ما جبت لكش حتى ما جبت لك حتى قديم. انت انت دخل القائمة الدولية السيد اخي يسحق القائمة الدولية هو ولا غيره ولا ايام الملوشي مثلا يسحق الكوارث اللي عملها ولا برشا حكام برشا حكام برشا حكام معناها اللي تابع المنظومة تفضل مرحبا به يدخل القائمة الدولية واللي ضد المنظومة مانجمش يدخل القائمة الدولية. واضح لازم يكون فيدو. لو نحن نحكيو على أمير نصيف، أمير نصيف عنده 5 سنين إطار في القائمة الدولية، علاش؟ كل مرة يدخلوا واحد، كل مرة هذا تبع فلان وهذا تبع فلان، فهمت؟ علاه نحن رانا ما نحكيوش القائمة الدولية عمرها ما كانت رفاهة، على الكفاءة باش نعطيها لك من الآخر هذيا باش ما نطولش معاك. القائمة الدولية ماهيش رفاهة تاع كفاءة، والدليل كوفي كوجا أكبر سارق ظفر أكثر واحد من كوفي في أفريقيا. واضح. تيك صحة. كيف كيف كوكو اللي ظلم العالم أفريقيا كل تشهد به. فهمني؟ يهز الكلاسيات في دي. فهمني؟ وزفرت في الأكثر نهائيات، عليه؟ على خاطر تبع المنظومة، وقت تبع عيسى حياته وبعد تبع معناها تبع المنظومة الفاسدة. اليوم نحن القائمة الدولية ماهيش روبير اللي حكم به ولا مش مش به. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك مكرم اللاقيم على كل هذه التفاصيل بخصوص الإيضاحات التحكيمية بخصوص مقابلة الدربي يوم أمس. أكيد الكلام اللي قاله مكرم يتحمل مسؤوليته مكرم، أي حد تجبد الاسم نتاعو عنده حق رد سواء من الجامعة سواء من التلفزة وإلا حتى من الحكام اللي وقع ذكر أساميهم. بعد شوية باش يكون معنا منجي الأسود رئيس اتحاد بن قردان، نحكيو على إحالة الثنائي محمد بن طرفشة وكذلك منذر القاسمي على مجلس التأديب. باش يكون معنا أيضا مراسلنا في قفصة وفي المتلاوي حافظ طرابلسي، نحكيو معاه على مغادرة قيس اليعقوبي للمتلاوي والكلام اللي قال حول هروبه من المتلاوي من أجل الالتحاق بالنادي الإفريقي. فاصل، فما مواصلين في فير بلاي حط